شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين الخوت؟ بخير عليكم، كلشي مزيان الأحوال، ما كاين ما يشوش كيف العادة، الحمد لله. نتمنى نلقاكم في صحة جيدة باش ما نطولش عليكم إن شاء الله. بالنسبة اليوم في العشية، بالنسبة ما بقوش الزوم بزاف، هذا شو شنو بنتي قالت لك صور، جيب حط خور، حط خور عطيه، جيب الاخر، جيب خور الاخر. انا الخوت قالت لك صورهم، انا غنصورهم لهادو، ليها مسطر ديال بنيتي، ولدت ليها غير خمسه، مات ليها واحد ولا مات جوج ماتوا ليها، وبقاو هادو. هادو واحد الكولور اكسيبسيونيل، واحد الكولور زويون، هذا الهامستر ديال البنيه ديالي هو هذا. هادو هذا كحل، بحال كحل ولي نقري غالق ماشي كحل، وفيهم واحد النقيطه اللهم بارك. هانتوما بحال شني الا شفنا هذا، شوفوا ما تبانش هنا، غادي يبان في هذا، هذا الكري هذا غادي يبانو فيه. حل يدك، هذا حطوه هنا، حطوه هنا، شوفوا مطراس يدير بحال الهايسكي الخوت. هانتوما تماما بحال الهايسكي، في واحد جنقيطات هنا في ظهره، نقطه من هنا ونقطه من هنا، بحال الهايسكي، بحال الهايسكي تماما. الام ديالهم ها هي، جيب الام ديالهم، هذه هي ماماهم اللهم بارك، والاب ديالهم راه كري. هادو ديال بنتي راه طلعتهم غير بغاتهم يتصوروا، صافي حط ليها الوليدات تماك، ها هما وليداتها، يلا بداو كيتمشاو اللهم بارك. يلا شدي بنتي الولاعه ديالك. كيف قلنا الخوت، ان شاء الله باش ما نطولوش على قول الله اكبر ديال الظهر، غادي نديروا واحد شويه ديال العشوب اللي هو هذا، غادي درنا المطاب وغادي نديروا ليه ان شاء الله، نديروا ليه معلقه اونص ديال العشوب. وبالنسبه للحمام راه ما جات حتى حمامه الخوت، العشوب اللي كنستعمل هو هذا، شوف اسمه هذا هو العشوب، ان شاء الله ان شاء الله هذا هو العشوب اللي كنستعمل، لوتي ديال الدار، شركه ديال الدار. غادي ندير واحد المعلقه ونص كيكونوا عامرين، ها هي ها معلقه ها ونص، معلقه ونص، وكنخليو هذا الشيء هذا حتى يتطلق مزيان، وخليكم معنا. كيف لاحظنا الخوت، كيف قلنا درنا هذه المعلقه ونص، درنا معلقه ونص هنا ديال العشوب اللوطي، داك هو هذا اللي كنخدمو، هذا راه هو 2022، في 2022 شهر 4 التاريخ ديالو، هو اللي كيبان هنا حيت خديتو العام اللي فات، في 2022 شهر 4. وبالنسبه للماكله هذه غادي نشروها دابا على قول الله اكبر، غتلقاو الحميمة تيطيرو ضروري، ها هو الأذان، خليوها تقطعش، Thank you.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد يحيي ويميت بيديه خير وهو على كل شيء قدير كل شيء قد. كيف لاحظتوا الخوت الله يرحم لكم الوالدين كيف لاحظتوا أذان صلاة الظهر حسب توقيت رباط صلاة والنواحي بالنسبة اليوم راه ما بان حتى بياسة الخوت من دوك السبعة اللي بقاو ما بان حتى بياسة وخليكم معنا نطلقوا الحميمات الخوت دابا غادي نطلقوا إن شاء الله الدوكو كيف العادة وغنوريكم التخريطة اللي غادي ندير اللي قال لي داك البطل اللي قال لي غادي نديرو إن شاء الله هذاك تخلي ليك البرمجة واحد شتو بحال مقصح واحد شتو بحال مقصح ما قدرش يطير ندخلوه العيب ولا كيبان العيب ولا كيبان الخوت كيف قلنا العيب ولا كيبان الذكر هذا ما قدرش يطير يعني الذكر هذا ما قدرش يطير شكون هذا لا ماشي ديال 36 لا الذكر هذا ما قدرش يطير ما عرفتش مالو واش مضروب والله ما عرفت مالو علاش ما قدرش يطير صافي سير ابنيتي سير هاد الذكر هذا ما قدرش يطير والله اعلم شنو مالو الله اعلم حنا ما علينا نهبطوا الحميمات كيف قلنا الحمام راه طار نوريكم غير التخليطه اللي غادي نعطيوه نوريكم غير التخليطه اللي غادي نقدموا ليه ايه نديروا ليه الديبيراتيف هاد الديبيراتيف نزيد فيها الكاردي نزيد فيها الكاردي وغادي ندير لهم داك الايمن بوستر الماء غادي نعطيهم الماء عادي طايب ديجا طيبتو يعني حيد منه داك الكاركر ايمن بوستر ومع داك مونغوك هي اللي غادي نعطيهم اليوم وفي العشيه اللي غنعطيهم العشوب في العشيه ان شاء الله غادي نعطيهم العشوب قال لي السيد دير العشوب مع كارني سبيد العشوب مع كارني سبيد هادشي اللي قال لي والله اعلم حنا غادي حنا ما خاسرين حتى شي حاجه شي اولاء غير ناشطين يلا خليكم معنا تنخلطوا اليوم الميكله انا الخوت كيف تلاحظوا هذا هو مرقوط هذا هو مرقوط هذا رمز ديال المصارم جهاز الهضمي كنحلو ونهزو شويه من الماء وشويه من هو هكا ونسدو نحركوا هذه الميكله حلمت حلمت الخوت واش كنمشي بلاصه بحال شي خدمه طولي بحال هكا وداز واحد الكاميو فيه الدجاج كاميو فيه الدجاج وطاح منه في الروج بيض تقريبا فيه شي 5 كيلو ولا 6 كيلو في الروج غليظ طاح قدامي جاب واحد السيد ويجيبو ليا قال لي هاكا خود هذا رزقك الا جاو ليه عطيه ليهم ما جاوش ليه راه ديالك صافي ونطلقوا مع واحد الفيرما ديال الدجاج واحد الفيرما كبيره صافي هادشي اللي كاين تحيه لخوتنا وحبابنا هنا ولهيه تحيه للناس ديال كازا غنزيدو واحد شويه خوت ديال مرقوط نزيدو واحد شويه تحية لخويا جهاد الله يجيب لك الشفاء خاي جهاد تحية لأخ سمير تا هو هذا هو الإيمن بوستر كيف قلنا هو خدمنا المرة اللي فاتت راه مكاين والو غنديرو ليه معايا القام
فقط لقنا معلقه واحده. الحميمه تا هو جاب الخوت يعني راه ما كملش شي 6 دقائق دابا باش تقطعو. صافي الاكله واجده، فيه ريحه المسكه، الاكله واجده ان شاء الله. خليكم معنا نحطوا الحميمات، لا تقطعوا ولا تستقطعوا. ها الحميمه هما جاو، وليني راه بانوا لي بحال قلال، الله اعلم بانوا لي بحال قلال. وتحيه الناس والمواليع، كيف كنقول الناس والمواليع ديال تيفلت، وبالخصوص جمعيه فرح تيفلت. تنحيي جمعيه فرح تيفلت بالمواليع ديالها وبالاعضاء ديالها. واحد العزي مسكين مهلوك، عزي فيه سيف بيض، هو دخل معاهم شي مسكين باغي يدخل معاهم مهلوك. هذا نقدروا نقولوا ديال الطلقه، نقدروا انا نصفر عليهم. هو دخل معاهم عزي فيه سيف بيض، هو دخل معاهم ما دخلش معاهم مهلوك بحال شنبور. انا بان ليا دخل 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 دخل. كيف قلنا الخوت الصفاره، واه الصفاره طاحت ها هي وعند بالي واش علقتها في عنقي. لا راه ما علقتها. شنو شوف كي ياكل، شوف نخرجو هذا يطير باش نرد ليه البال واش مضروب في جناحو او لا. علاش ما بغاش يطير؟ واش فاشل؟ حيت كيقدر يكون فاشل، يكون غير فاشل. نشوف. لا 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 مقصح في جنحو هذا 100%، مقصح في جنحو الخوت، لان الجنح الطيران ديالو ما عجبتنيش، خصني نقيد هذا الذكر هذا باش ما نصيفطوش للمطلق اللي فات. تسد انت انت الباب كاع ما كيبغي تسد لنا الخوت. واخا كان واخا كنعيو من ندفعو فيه ما كيتسدش الباب. كيف قلنا الذكر هذا راه مضروب في جنحو على ما بالي. نشوف نزيد مهلوك مهلوك الجنح ديالو مهلوك، راه طار معاهم ومع ذلك كيف قلنا راه مهلوك. بالي الطيران ديالهم ما عجبنيش، ما عرفناش واش لاصق معاهم ولا لا. ونخليو الحميمه دابا يهبطوا، وقضيه اخرى الخوت قبل ما نخليو الحميمه يهبطوا. تنطلب لكم، تنطلب منكم الشفاء، ادعيوا بالشفاء الاخ العزيز يونس الرموك، يونس الرموك، يونس الطنجاوي مسكين اثر تعرضه لحادث سير. هو مسكين راه عنده الرموك وكيدير طنجة وكيدير اوروبا، والله يجيب ليه الشفاء يا ربي، يجيب ليه الشفاء. راه يمكن على ما سمعت بانه تصاب بكسر. يا ربي يا ربي تجيب ليه الشفاء من هذا المنبر. اللهم رب الناس اذهب الباس، واشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب الباس، واشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب الباس، واشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يا رب تشافيه وتعافيه، ويا رب تقعد وسادو كما يقولون. يا ربي امين. لا ولا جميع المسلمين، منهم الاخ جهه حتى هو، وخونا خالد حتى هو لعب كره وتقطعت ليه العصبه، دار عمليه حتى هو مسكين. الله يشافيه، الله يشافي جميع المسلمين باذن الله. كيف كتلاحظوا الحميمه هما طايرين في خاطرهم، وليني راه الطيران ما لا تبشر بالخير. نقولوا اللي كاين حمام 5 دقائق طار ولا 6 دقائق، نقولوا كاع 10 دقائق الا زدنا فيه، والحمام يدور هنا. وان شاء الله خليهم حتى يبغوا يهبطوا، لا خاطر ما نصفر لهم ما يصفروا ليا، حتى يهبطوا الريوسوم ان شاء الله، ونعطيهم ديك الماكله. راه عطيتها لهم في المعيل في الخوت، هذا الايمن بوستر هي شوها، راني هزيت منها وعطيتها لهم. وغادي نشوفوا دابا لو تيرا هو تماك، غادي نصفيوه. كيف لاحظتوا درنا العشوب، غيدوز نص ساعه من بعد ما درنا العشوب تماك في المطايب، نص ساعة إن شاء الله، وغادي نجيبو الصفاية وغادي نصفيو في شي حاجة. في العشية نقدمو الحمام بإذن الله. ها واحد الحمامة أخرى شتوها، ها هو كي كتقواص بدعي طوبي سيوف أبوي. يلاه خليكم معنا الخوت. بالنسبة لدوك الحميمات اللي ضاعوا ليا، دوك السبعة الحمام اللي ضاعوا ليا، دابا راه غادي وكنتفكرهم، كل مرة كنتفكر حمامة ولا جوج.
كل مره كنتفكر حمامه اولا جوج. ايوا نتمنوا الخير ونتمنوا دوك اللي كيضربوا الحمام يبعدوا منا الله يهديهم. هادشي اللي نقولوا الله يهديهم، الله يهدي دوك الناس اللي كيوصيوهم، الناس اللي بعقولهم تيقول لهم جيبوا لنا لي باك مانيتيك حتى هما الله يهديهم. هادشي اللي نقولوا، اما هادشي راه ولا عاول الحياه راه دايسه، كلشي دايس، واللي يقدر يقول كلمه خايبه يقول كلمه زوينه ولا يسكت. ايوا الله يهدي ما خلقو صافي. حنا راه كنصرفوا على هادشي هذا، كيف قلنا كيف الهضره اللي قلت البارح كنعتذر الخوت الى صدرت مني كيف قلت شي حاجه، يعني راه يعني بدون شعور، يعني مادام كتجيك حمامه مضروبه وانت شري الايمن بوستر وشري هذا وشري هذا وخسر الفلوس وخسر فلوس ولادك ضيعهم في هادشي ديال الحمام وكيجي برهوش وكيضرب لك حمامك، ما راه بالسيف راه الا ما هضرتيش راه كتسمى راك ماشي هو هذاك. نهضروا في الواقع، راه بنادم تيموت على ولادو ولا على بلادو، هادو راه كنحسبوهم ولادنا حنايا، هاد الحمام تنحسبوه ولادنا. ولا واحد غادي يضربك بنتك ولا يضربك ولدك وبديتي تشوف فيه تبقى دير لي ديك بابا عجينه كيف كنقول ديما، راه ما خداماش ديك القضيه. بنادم يترجل شويه يبعدو منا، راه حيت بنادم ما عطيتيش القاصح راه ما يهضر ما يبعدش منك. يلا خوت نتسناو هاد الحميمه تيهبطوا ان شاء الله. دابا راه تقريبا جايه واحد 4 ساعه وما طايرين، هما باقيين كيدوروا، ما صفرت لهم حتى شي حاجه، ومعاهم هذاك الذكر اللي ما بغاش يطير. انا حسيت به الله اعلم، قلت باقي ما قلبتوش، انا عاقل عليه، قلت زعما الله اعلم يقدر يكون فشل كلوي، فشل جنحاوي، يعني جناحو فاشلين، هادشي اللي قدرتي قلت يكون الله اعلم. كيف قلنا نشرو هاد المويكله هادي. حاجه اخرى الخوت كيف اللي بغيت نشير ليها، شي واحد كيتلاعب بالفيديوهات ديالي، شي حد انا باقي ما بغيتش نشير شي عليه، انما قلت اللهم نعطي ميساج من هذا المنبر، شي حد راه كيتلاعب بالفيديوهات ديالي كياخذ منهم مقتطفات من الفيديوهات، كياخذ مقتطفات وكيلوحهم في تيك توك وفي الفيسبوك وهذا. لذا الخوت حنا كنتولعوا في الفيسبوك خلينا مولعين في الفيسبوك، كنتولعوا في اليوتيوب خلينا كنتولعوا في اليوتيوب، لا ما بقاو نهزو نبداو نبارطاجيو. الله يرضي عليكم. بالنسبه للماكله ما بقاش فيها بتاتا ريحه الغمانه، والله ما بقات فيها، كيف قلت لكم النهار الاول فيها ريحه الغمانه ما كذبتش، دابا عاوتاني ما كذبتش، ريحه الغمانه ما بقاتش، ومازال غادي نخليها تجي تشمش. دابا كيف اسمع دابا ولات كتصفر بحال الدره الحمراء، الدره الحمراء ملي كتغسل كيكون فيها الماء ما كتصفرش بحال هكا. طيح عندها صغيور على قد الحال كيف كنقولوا، ومازال اخور خوت على ما قال لي، على ما قال لي داك البطل خاصني ناخذ ديبيراتيف، قال لي هادي راه ما خداماش هاد الماكله، قال لي غادي ها هما الحميمات تبارك الله راه باقيين طايرين. واخا الخوت ما طايرين شي طايره زوينه زعما تيعلي ولا شي حاجه كيدورو غير على الدار، بعدا راه شادينا واحد الحميمه هي مصبوغه. ها الشنبوك ديالي والله العظيم حتى الشنبوك ديالي الخوت، الشنبوك اللي مشي لي الطبيب محروق خويا سمير، شنبوك الطبيب محروق ديالي والله العظيم حتى هو بالله حتى هو، حلفت عليه شنبوك خوت هذاك الشنبوك راه ماشي ليا، هذا الشنبوك فين هو فين هو، والله العظيم الا ديالي بالله العلي العظيم، شنبوك انا حلفت شنبوك الطبيب محروق ماشي ليا، هو هذا داز فوق الدار ومعلي غادي شد الطريق ديال حي السلام. ما علينا حنا غادي نشوفو ربما يرجع، غنبقى حاضي. يلا خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا، والله الا الشنيبير ديالي كيف كتلاحظوا الخوت هما الذكور بداو يهبطوا، ما صفرت لهم حتى لعبه، ما صفرت لهم حتى شي حاجه، هبطوا جوج ونتسناو الاخرين يهبطوا، دابا خصهم يهبطوا باش ياكلوا دقه وحده. Thank you.
بالنسبه لكحلوش الخوت كحلوش بان ليا انه جا شويه مهلوك الصحه ديالو شويه مهلوك كي حيت شي حمامات كيجيو لك كيبان لك صحتهم مزيانه يعني كي بحال ما مطيحينش عادي ولكن شي حمامات كيبانوا لك بحال البدعي بحال كحلوش هادو تعطلوا وماشي تعطلوا انما جاوا الصحه ديالهم ماشي تتمد الدفليه ديال اللي من هنا راه جا مهلوك شويه الدفلي نتمنوا دابا حنا ديما كنتمنوا الخير ونتمنوا الخير في هذا المطلق ديال 220 كيلومتر ان شاء الله. دخل 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 ما كلشي هبط باقيين شي 3 4 د البياسات اللي باقيين. هاجي جا وليدي هاكا كيج مطردك مزيان ونتمنوا فيهم الخير. ها هو هبط هذا باقي نجد كره ما كاينش المشكل ونتمنوا الخير ونمشيو الخوت نقادو هاد داك لوتي ديالنا العشوب. شي واحد الحمامه كي جايه كتقواص شو ما مصبوغاش هذه خلويه خلويه شو رايه لصقات معاهم خلويه خلويه كيجي هاد الخلوي ديالك كيكون هنا في العمارات كيجي بعض الخطات كنلقاه هابط عندي كنجرع عليه ولكن راه كيكون مليء بالامراض كتلقى البياسه كتلقى مكرفصه مسخه. كيف قلنا الخوت نمشيو دابا تقريبا شحال في الساعه و32 يعني راه تقريبا الحمامه طار واحد نصف ساعه كثر من نصف ساعه راك سمعتوا الاذان وكان يمكن الحمام على ما اظن كان طاير يمكن وقيت هاد الاذان الله اعلم يعني راه اكثر من الساعه طار الحمام دابا راه 2:30 هادي بالضبط باقيين جوج كوره هما غادي يهبطوا ان شاء الله ونمشيو نصفيو الخوت نهبطوا ديك لوتي العشوب نمشيو نصفيو راه داز اكثر من الساعه نصفيو ان شاء الله ونطلعوا لكم وخليكم معنا يعني لا تمشيو بعيدا بما نطلقوا الانتيوات ونعطيهم حتى هما ياكلوا لاميها نعطيهم اميها عاديه كيف قال لي الاخ وحنا غنقمرين وصافي. المطلق الاول ما درنا فيه والو المطلق الثاني ما درنا فيه والو المطلق الثاني كيف قلنا الخط الرتبه 37 ما بين 2000 حمامه 2000 وشي حاجه تكلاسينا الرتبه 37 وبالنسبه للاتحاد راه تكلاسي 800 والصرف 140 على ما كنظن شي 140 في الاتحاد السلاوي هادشي اللي كاين ونتمنوا الخير في المطلق الجاي ان شاء الله نتمنوا كيف قالوا تبقى تسرح واحد شي شويه يعني تبقى تزاد المسافه ان شاء الله ونبانوا فيها حيت ديما ما تحكرش راسك راه كانوا شي مطالق بحال هكا كتلقاك ديما معطل وحمام كيجيك مهلوك ولاني راه الحمامه اللي كتجيك مهلوك في 180 تقدر تضرب معاك 220 وتجيك منفسه حيت ما كتعرفش الحاله الفيزيائيه ديال الحمامه كي دايره. يلاه خليكم معنا الخوت نمشيو نصفيو هذاك ونطلعوا يلاه تحياتي لكم. دابا الخوت كيف قلنا طلقنا في الصباح الدكور قبيله مع الظهر طلقنا الدكور دابا الساعه تشير الى 5 واعطيناهم كلاو حتى بالنسبه للانتيوات انتيوات راه طلقناهم طارو نفس الديكور حتى هما طارو ان شاء الله. هذه راه الطيره الثانيه ديال الانات ابقى بلاتي ما تهبطيش هاي الطيره الثانيه ديال الانات الهضره كتمضغ ليا الطيره الثانيه الخوت ديال الانتيوات وعطيناهم ميها عاديه عطيناهم ميها عاديه دابا راه غادي نعطيهم واحد التجربه الله اعلم واش كنخربقوا ولا شنو. هذه خديتها من عند واحد البطال وصافي هو العشوب هو هذا راه هو بردناه وغادي نديروا ليه الكارنيتين كارني سبيد ان شاء الله غنديروا ليه كارني سبيد. ها انتيوات هما طايرين تبارك الله بانت لي الطايره عندهم زوينه يعني واخا هكاك يعني راه ما مطيحينش كيف قلنا راه ما مطيحينش هاما ما مطيحينش والحمد لله والشكر لله. وحنا غادي نديروا التخليطه غنعطيو الدكور ان شاء الله ونعطيو الانات خليكم معنا. انا الخوت لي ليها ليها هايا غنديرو 10 ملم فيترو هنا عندنا 2 لتر هايا 20 ملم ديال الكارنيتين مع العشوب مع لوطي هما اللي غادي نعطيو الحميمات غادي نحركو ميها وغادي نعطيو قدامكم كي شفتو ها هما مادة الكارنيتين ها هو هنا بلاتي نقصو هادي الخوت
نقصروا الوقافه ان شاء الله بلاتي نقصروها دابا راه درناها عاليه. هاد الشنيبرات هما تبارك الله انتيوات هما راه طلقناهم قبيله وطلقناهم دابا ان شاء الله. خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. الخوت نمشيو نعطيهم العشوب دابا ان شاء الله. تحية لخوتنا وحبابنا الناس ديال كازا والناس ديال طنجة والناس ديال تيفلت. عطيناهم قبيلة المية عادية اللي عطيناهم مع ديك الغدا. دابا راه الشارع مشي من 5:30 دابا غنتحركوا ان شاء الله للعمام. دابا غادي نعطيهم هاد العشبة وكتخرج حول هنا. خلط 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 انا الخوت هما كيضربوا. دخل 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 هما كيضربوا العشوب. ها كي شدي 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 بنتي شدي يا فاطمه الزهراء شدي. هما كيضربوا العشوب مع الكارنيتين ان شاء الله. والله الا ضاعوا لنا حميمات. دابا المشكله الخوت كيف قلنا المشكل ديكلاراسيون راه ما كاينش. انت شكون اللي شتي هاد الماء انتيا؟ دخلت لك وش تشتي هادي تما غياكلوها كامله. كيف قلنا المشكله الخوت راه ما كاينش ديكلاراسيون راه ما كاينش المشكل لان ابطال اللي كانوا كيديكلاريو راه في ربوع المملكه كما يقال راهما ديكلاراوش في ربوع المملكه وما ديكلاراوش هذا المطلق لان الاجواء كانت قاصحه وقاصحه بزاف. اعطيني ديك الماكله بنتي اعطيني اللي فيها داك الايمن بوستر نزيدها للنتيوات غنزيد لهم الماكله ديالهم. وخليكم معنا الخوت لا تقطعوا ولا تستقطعوا. الحمام غادي يهبط سير سير وقفي ليه الا بغى الحمام يهبط شديهم الا بغى الحمام هما يهبطوا دابا. يلا تحياتي للجميع. الحميمات ان شاء الله غادي يهبطوا دابا الاخوان. خالد 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 خال 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 خط 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 تحياتي لخوتنا وحبابنا. كنقول دائما وابدا في ارض الوطن وخارج ارض الوطن الله يحفظك بنيتي. خويا جهاد وخويا سمير خويا البشير خويا يونس الرموك خويا الله يجيب لك الشفاء خويا عبد الجبار خويا خالد وخويا هشام الحاج احمد. تحياتي للحاج احمد حتى هو من هذا المنبر. تشنبوك شتو خرج منهم راه ولهي. ونتسناو الحميمة تيهبطو الخوت. خليكم معنا الله يحفظكم جميعا.
وحميمة ما بغاو يهبطوا. طلقنا الطبيب باش يهبط لنا انتي وتمرضونا. ها دخل 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 بغاو ياكلوا الماكله. نسيت ما داكش اللي فوق نسيت ما داكش اللي فوق ديك البلاكه. دخل 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 ما فيش جوع دابا غيدخل كامل ان شاء الله. دخل دخل باقي شي فريق باقي ما دخلش. دخل 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 ادخل دخل دخلي 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 ادخلي حتى هي حتى اجي اجي طلعي طلعي باش الا درت واحد اللعيبه نشدها. دخل 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 يا ربي تفرحنا ان شاء الله في المطلق الجاي. يا ربي يا ربي تفرحنا وتفرح جميع الموالي اللي باقي ما فرحوش. يا ربي تفرحهم حتى هما. يا باقاش نبوره وحده اللي باقا دفليه هي غتهبط ان شاء الله يا غتبعوا عرفتي غتبعوا. واحد الديكور الخوت وما رديتش البال ما رديتش البال يعني ما يمكن لكش ترد البال انه تهبط الحمام. هبط الحمام عطيتو ياكل وكم بديت كنشوف فيه الاناء. ترى باقا ليا بياسه وحده هي طايره دفليه انا نوريها لكم. ها هي هنا ها هي الدفليه اللي باقا هي طايره ما بغاتش تهبط. واش مذعوره واش خايفه الله اعلم. ها هي ها هي كتفلك كيف قال الاخ رضوان ازولاي. ها هي كتفلك. ما علينا لواحد اللعيبه اللي لاحظت داك الذكر الدفلي اللي قلت لكم ما جاش عقلت عليه اللي مسحت ليه الباك عقلتو عليه الذكر اللي قلنا مسحنا ليه الباك تبان ليا هنا بان ليا كاين مع انت واحد حمام راك عارف كيف قلنا هادو راه بحال ولادنا هادو راه كتشوفهم كتعرفهم. ها هو الذكر هو هذا ها هو هو الثاني شتوه هذا هو الثاني هو الثاني هو كياكل. ها هو الذكر. انا شنو عند بالي عند بالي واش الذكر عند بالي الذكر انه واحد ليا مع انت وما ديت ما جبت فيه صافي هادشي اللي كاين هادشي اللي قلت قلت بي... قلت اي بياسه دخل 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 البياسه هي هبطت راه هي خوت شتو راه فوق السجنال هي دخل 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 كيف قلنا بالنسبه للذكر شفتو قلت انا زعما راه باقي يلا كنت غادي نقولها قسما بالله العلي العظيم يلا كنت غادي نقولها لكم كنت غنقول لكم الذكر اللي قلت بانه مشى راه ما مشاش راه كاين مع الاناث. جلال الكونستاتور هو خدام حنا غنمشيو للكونستاتور. مشيت طليت على الكونستاتور كنلقى حيت شنو كانت عندي كانت عندي 69 ياك 69 حمامه اللي كانت. وانتم الخوت بانه راه الله جا دابا الديكلارا ها هو هانتو ها نتوما ها هي 70 شتي الخوت راه هي 70 70 يلا ديك لا راه هي 70 على 76 الحمد لله 70 على 76 يلا جا يعني فينا هو يلا جا مسكين وسبحان الله العظيم غيضرب العشوب وفين كان الله اعلم. 70 على 69 ها هو تيهيج ها هو تيهيج حنا غادي نقلبوه. ها هو تيهيج شتوه هو هذا هو هذا الفري حنا غادي نشدوه هو هذا هو شوف هذا هو اللي كنا مسحنا ليه الباك حكينا ليه الباك غنشدوه نقلبوه الباك مانيتيك ديالو بكل شيء ديالو ها هو ولا بلا ما تكرفسوا عليه غنشدوه ضروري نشدوه غنشدوه ان شاء الله باش غنشوف الصحه ديالو واش انا الخوت ها هو ما عرفتش كنبان ولا ما كنبانش هو هذا الذكر ها الخوت ها هو مغيس الخوت ها هما كيف كتلاحظوا ها الباك مانيتيك ديالو شوف ها الباك مانيتيك ديالو الاخوان مغيس يعني راه هابط في الغيس هابط راعي في الارض
نذكرها بطراعي في الارض. والحمد لله والشكر لله منين ما ضاعش. يعني دابا خلونا ست بياسات الخوت كيف لاحظتو الكونتاكتور، ست بياسات ندخلو هنا مع الدكتور. كيف لاحظتو ست بياسات اللي بقاو لينا، دابا جانا واحد اليوم باقي لنا ست بياسات. ست بياسات نتمنوا فيهم الخير يا ربي امين. الكونستاتور يمكن هنا ما كيبانش مع الضوء. هلا كيفاش شوفوا واش كاينه 70 هاهي الخوت 70 الباتري فيبل. الباتري فيبل كتب لي 15%. يلا الخوت كيف كتلاحظوا الحميمات وكلناهم وعطيناهم لوتي مع الكارنيتين في الماء والماكله، عطيناهم ايمن بوستر مع مورغوط، ونتمنوا الخير والتيسير يا ربي امين. واحد انتوا باقي ما جاتنيش على ما اظن البنت الصبليونيه حتى هي عقت بها. نشوف لا لا رايه كاينه بنت الصبليونيه. لا ماشي هي، لا هذيك السماريه، لا بكرعيه هذيك ماشي بنت الصبليونيه. يلا الخوت كيف قلنا نعطيو الايه، كاينه بنت الصبليونيه. هاي الحمد لله يا الطوبيه هي هذه، حيت داير لها طرطقه فوق الباك، وهاد النتوه هذه طاير لها طرطقه فوق الباك. جنتيوات شوم هاي طرطقه فوق الباك، حيت هادو اللي ما كانوش تفاكساو ليا ودرت لهم الطرطقات باش نفاكسيهم. الحمد لله فاكسيناهم، هما كاينين بجوج دابا. ست البياسات اللي باقي لينا الخوت، ونتمنوا الخير والتيسير ودعواتكم تهمنا. والله يرحم لكم الوالدين كاع الناس الزوينه اللي كتفكر فينا ومتبعانا، الله يرحم ليها الوالدين من هذا المنبر. والى فيديو قادم بحول الله. وغدا ان شاء الله غادي نجمعوا الحمام، غدا الثلاث غدا ان شاء الله راه غادي نجمعوا الحميمات للتدريب. كيديروا الخوت التدريب حتى حنا غندخلوا معاهم، يعني ما نبقاوش بلاش كيف قلنا، ضروري حتى حنايا نديروا التدريب معاهم. وراحنا دافعين تقرا عدد ديال الابطال ما ديكلاروش هذه المطلقه الخوت، وعدد ديال الابطال مشى ليهم الحمام وسكتوا. غنهضر لكم في الواقع، مشى ليهم الحمام ضاع ليهم، وما بغاوش على حساب الرتبه ديالهم زعما ابطال ومعروفين وكيبيعوا الحمام، ما خصهمش يقولوا راه الحمام مشى لينا. علاش؟ حيت الا قال الحمام ضاع لينا انت ما غتمشيش تشري من عندهم، خاصهم يبينوا لك بان الحمام راه جا كامل 100%. فهمتي؟ ملي كتعرف الحمام جا كتقول واه ما ضيعش الحمام تبارك الله، وهذه الطاقم مقلق كتصدق انت زعما مشيتي تشري من عندهم. هادشي هذا هو الهدف. الحمد لله حنا غير اللي كاينه كنقولها، لان هاد الولاعه غادايزه كعابير سبير غادايزه، حنا غمولعين. والله ما عندي الغرض بالبيع، انا كنقسم بالله العلي العظيم ما عندي الغرض بالبيع. جاب الله شي حاجه راه كنبيعو، ما جابش الله راه ما عنديش الغرض بالبيع، انا كنتولع. هادشي اللي كاين، يعني بحال عندك شي حاجه كتكسبها كتولع منها، ماشي دايره بيزنس بيع وشراء. وهادشي اللي كاين، وتحياتي لخوتنا وحبابنا في ارض الوطن وخارج الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وغدا ان شاء الله غنجمعوا الحميمات وغنطلقوا نهار الاربعاء، ونتمنى نهار الاربعاء ما يدينيش الناس، ونصور لكم الحميمات منين ندخل من المطلق ديال بوزنيقه التدريبي. يلا والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.